أهلا وسهلا، مرحبا بك في محرفنا. سنتعرف على 6 آلات وطرق السلامة والوقاية في العمل عليها. تفضل ارتدي خوذتك وخذ وسائل الوقاية التي ستحتاجها. هذا الفيديو سيكون مفيدا لك، ستجد فيه كل سلامة والوقاية. هل أنت جاهز؟ إذن تفضل معي. مرحبا، اليوم سنتحدث عن سيريبو أو المنشار الشريطي. هو من بين الآلات الخطيرة. سنرى كيف نقطع قطعة دائرية. انتبه، لاحظوا أي تقصير في القطع سيؤدي إلى دوران القطعة الخشبية بشكل عشوائي، مما يؤدي إلى كارثة. فقبل أن نبدأ في قطع قطعة من الخشب، يجب أن نختار دعامة ونخفض من الغطاء لتقليل مجال النشر. نصنع الآن دعامة للدفع. هيا أيها المتدرب، ببطء. جيد، انزع بقايا القطعة المقطوعة. ممتاز، الآن سنشرع في قطع قطعة خشبية مرتفعة نوعا ما. فلاحظ مجال النشر عالي، الدوران الدوران، انتبه اقتراب خطر. يا للكارثة، تذكر أنا مجرد دمية، أما عنك فانتبه. لا تقترب بالمنشار. أولا نصنع دعامة للدفع، قطعة من الخشب نقطعها بشكل مثلثي، مما يمكننا من إحكام دفع القطعة الخشبية. نضع القطعة الخشبية، ننزل الغطاء الواقي، ثم نبدأ عملية القطع. هيا أيها المتدرب، حاول. طيبك، جيد، ببطء ببطء، جيد، ممتاز. لقد تعلمت كيف تقطع بكل سلامة ووقاية. حسنا أيها المتدرب، اليوم لقد تعلمت كيف تعمل في الآلات بكل سلامة ووقاية. أنا مجرد دمية، لكن عندما يتعلق الأمر بك فانتبه، لا مجال للتهاون، الأصابع لا تنمو. لهذا أول شيء انتبه، ثم انتبه، ثم انتبه. الخطر يأتي من حيث لا تحتسب، فلهذا يجب أن تنتبه أين تضع يديك. حسنا، جيد.